الله الرحمن الرحيم أعزائي المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن نحكي لكم حكاية التعليم في جازان قديما كيف كان التعليم في جازان قديما التعليم قديما في جازان كان بإمكانيات متواضعة جدا حيث كان في الماضي ندرس في كتاتيب على هيئة سهوة وهي أشبه ببناء مربع وأحيانا مصنوعة من جذوع الأشجار وأغصانها وعيدان القصب يتخللها المطر وأشعة الشمس والأتربة ومع ذلك نتلقى فيها التعليم للحروف الأبجدية وقصار الصور من القرآن الكريم والحساب بعد أن كنا نتلقى التعليم في العراء ومع تطور الوقت تم بناء فصول دراسيه مبنيه من الطين اكثر امانا ومن اشعه الشمس وزخات المطر بادوات ايضا بسيطه كنا نصنعها من البيئه يصنعها الاهل من البيئه المحيطه بنا فلم يكن لدينا لا دفاتر ولا كتب تعليميه كما هو اليوم التي توفرها لنا وزاره لأبناءنا وزارة التربية لأبناءنا الطلاب والحمد لله ولك اليوم من حاسب ومن علم ومن مدارس ومن أشياء والحمد لله الحقيقة احنا نعيد هذه الذكريات الماضية والحكايات عن التعليم في الماضي ليعرف أبناءنا وجيل اليوم وطلاب اليوم ورجال المستقبل أنهم اليوم في نعم وفي خيرات وفي مدارس وفي كل الأشياء المتوفرة والحمد لله حتى يحافظوا على هذه المكتسبات والمنجزات لوطنهم ويعملون ويتعلمون من أجل بناء الوطن وتطويره أكثر وأكثر وكل يعمل في مجال تخصصه الذي يوفقه الله له فقد كنا نكتب بأقلام أين الآن وسأل الكتابة وعين اليوم الفرق فيها اليوم مصبوره تكتب عليها بقلم خطاط وتكتب عليها باشياء والوان واشكال والوان وزخارف احنا عينه ما كنا نكتب بزمان وقد كنا نكتب باقلام الخوص والمداد من الماده السوداء يعني احنا مدادنا من فين؟ احنا نقول له دمحة دمحه حق انفانوس انفوانس اللي كان يوضنها بمذبالة هذه نشلوا له بدمح حقها مسود هذاك ونزود عليه مويه ونذوبه عشان نكتب ام بم هذه على دفاتر ونتعلم وعلم... المهم ان احنا نتعلم ب... ب... باشياء بسيطه والحمد لله رغم بساطتها ورغم الظروف هذه الا انه بفضل الله تعلمنا فانتم الان رغم الامكانيات وكل شيء تعلموا هذه فرصكم الان هذه انا الكلام هذا اعيده واقوله علشان هذه لابنائنا الطلاب في كل مكان في مملكتنا الغالية أن نحن نستغل هذه الأشياء وهذه الأشياء التي وفرتها لنا الدولة من مدارس ومن حاسوب ومن علم ومن تطور ونتعلم ونحافظ على بلادنا ووطننا ونعمل جاهدين في خدمة وطننا فعين الفرق بالله كيف كان زمان تعاليمنا أكمل معك وهذا وهذا هو المختصر بتلك الحكاية هذه هذه حكاية للتعليم المختصر من تعليم زمان عشان تعرف الفرق انت اليوم فيه وفرق زمن كيف تعلم آباءكم واجدادكم والاولين. ونكتب بقطع الفحم ما نبخش اللي نقوله احنا بخش بالفحم على الالواح خشبيه صغيره ونمسحها بالطين وكان الاهل يتكاتفون ابائنا واهلنا زمان يتكاتفون ويتعاونون على نفقاتهم الخاصه من كل واحد حسب ظروفه فمنهم من يتبرع بالمكان او الارض يعني مثل الشيخ الان هب لكم مثال الشيخ عبد الله حسين الحربي رحمه الله والشيخ محمد الشامي رحمه الله والشيخ احمد هادي الحربي رحمه الله هذه لما شيخ البديع القرفي واعيانهم يتعاونون كانوا وي... اذا يقرب خشب واذا يقرب حشيش واذا يقرب كذا كذا وعملوا مدارس واجى بعدين كلما يتطور التعليم يتبرعون بارض مثل عبد الله بن حسين تبرى بعرض مثل هذه الارض اللي احنا الان موجوده فيها مدرسه عبد الله بن مسعود وكل واحد يعني والحمد لله كان اهلنا الله يرحم من مات ويحفظ من بقي يتعاونون من اجل مصلحه ابنائنا الطلاب اللي اليوم منهم المدرس ومنهم الواعظ ومنهم المرشد ومنهم الدكتور ومنهم كما عدد وكم فهذا كل تذكير لابنائنا الطلاب اليوم وبناتنا. والحقيقه والاعيان ويجمعون منهم من يقوم بجلب مواد البناء كالخشب والحشيش والطين والجذوع واغصان الاشجار وعيدان القصب او يتبرع بقصل حق ام او احد ابناء القريه يتبرع من من انعم الله عليه بتخصيص جزء من داره يعني من من دارته يهب جزء وهذه وهذه باختصار او هذا الكلام اقوله الان باختصار لمحه عن التعليم قديما في جازان بشكل مبسط لتذكير جيل اليوم وطلاب العلم ورجال المستقبل كيف كان التعليم في الماضي واليوم في الحاضر الزاهي والحمد لله والله الموفق فاحبائي اعزائي في كل مكان محبكم ابو مطران يحييكم ويتمنى لكم دائما وابدا التوفيق والنجاح يا طلاب العلم وكل السامعين والصحة والعافية والله يحفظكم وسامحونا على الإطالة